اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقه الجديده من برنامج فعاليات. والان نتابع تقرير حول مهرجان الشارقه للمسرح الكشفي الخاص باكتشاف المواهب المسرحيه والذي اقيم بمقر مفوضيه كشافه الشارقه. أتصور الفكرة هذه رغم بساطتها ولكنها عميقة، في أشياء كثيرة تلخص وتختزل أشياء كثيرة، ولكن هي فرصة لاكتشاف المواهب وفرصة لاكتشاف كثير من المبدعين من الشباب. استمرارية المسرح الكشفي إيمان كامل يعني بالإدارة أنه يعني هذا المكان تنوع المسرح في الإمارات بالذات في الشارقة، ويعتبر واحد من يعني من مفرزات العمل المسرحي بشكل عام، فالمسرح الكشفي والمسرح الصحراوي أيضا الشارجة المسرحية أيضا مهرجان الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة ومسرح الثنائي أيضا، وعلى قرار الإمارة ككل يعني سواء هنا في الشارقة وفي كلبة وخرفكان وحتى دبة والزيد المنطقة الوسطى، ولكن هي كلها تصب في صالح المسرح الكبير واكتشاف المواهب. الأهم من هذا كله أنه نتناول شكل المسرح بكل عناصره يعني وكل مستوياته وكل أعمارهم، ولكن هي الفكرة الرئيسية نحن كيف نستفيد أيضا في نتبع المخيم كيف نستفيد من وقت الفراغ. الحقيقة أولا شيء شكرا للدعوة الكريمة التي تلقيتها الحقيقة من إدارة المسرح بإمارة الشارقة، وهذا طبعا شرف لي أنا حقيقة أن أنا أكون متواجد هنا. وتعرف المسرح الكشفي يعني الشباب المتواجدين فيه طبعا ليسوا يعني ممثلين محترفين، بالعكس ممثلين هو عندهم العفوية في الأداء، عندهم العفوية في حتى اكسسواراتهم. مسرح يعتبر خلينا نقول عنه يعني بالمجمل مسرح تجريبي، الفن طبعا اللي هو المسرح والمسرح هو ابو الفنون، فاعتقد انه يعني الشارقه بحد ذاتها بمهرجاناتها المتنوعه الحقيقه اعتقد انها اصبحت الان هي الرائده في المسرح الخليجي وفي الاعمال الدراميه حتى الخليجيه. اليوم موجودين في مفوضية كشافة الشارقة المسرح الكشفي. طبعا المسرح الثامن يعتبر اليوم، واليوم الأول والثاني بكرة إن شاء الله في الختام. المسرح هذا طبعا السنة تميز بعدد الممثلين والمشاركين من المفوضيات الكشفية في الشارقة وفي الإمارات ككل، وبالإضافة إلى مجموعة من نادي مليحة. أيضا السنة أضافوا أيضا عدد المدربين بالنسبة للممثلين، ومن خلال طبعا 8 سنوات أو 7 سنوات الماضية استطعنا أن نخرج ما يقارب 200 مسرحي من الشباب الكشافة، وهذا ما شاء الله يعني شيء طيب يعني. دعونا نقوم الإطلال على فعاليات مهرجان التراث الأول الذي أقيم في حديقة بلدية دبا الحصن. نحن مدينة دبا الحصن دائما نهتم بالتراث القديم، فأي مهرجان تراثي نحن وفي لمسات تراثية تشوف إن الجمهور من كل مكان يجينا، حتى مش إلا من دبا الحصن حتى من خارج دبا الحصن، فاهتمامهم بالتراث القديم جدا 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 راسخ في قلوبهم. تعرفين الناس في إجازة اللي هم طلاب المدارس أهالي المنطقة في الإجازة الجميلة يجون هني يشوفون التراث القديم، يشوفون اللمسات التراثية، يشوفون الأعمال اليدوية، يشوفون المعروضات التراثية ويستمتعون ويانا بالفقرات، فهو الهدف الرئيسي فيه لمة أهالي المنطقة. دائما مدينة دبا الحصن تتميز بالأشياء القديمة، تتميز بالتراث القديم، تتميز بالهدوء،
بطيبة أهلها، تتميز في البحر طبعاً، عندنا صيادين بحر، تتميز في الأعمال اليدوية، وناهيش عن يعني عندنا قلاع قديمة وعندنا آثار قديمة. عندنا ما شاء الله نحن المعروضات التراثية القديمة، عندنا الأعمال اليدوية، عندنا أركان الطبخ، عندنا الأسر المنتجة، عندنا المقهى التراثي، المقهى الشعبي لكبار المواطنين، عندنا المرسم، عندنا الألعاب، وعندنا الفقرات على المسرح، فقرات كبار السن، صغار السن، ألعاب ترفيهية، أسئلة تراثية، وعندنا فقرات جميلة، عندنا عرض الخيل، النار، التنورة، الساحر، وعندنا هدايا قيمة للجمهور. أشارك يا الله، عندنا مال دبل حصن دائما بأيام التراث وأيام مشاركات، يعني صراحة الجماعة من يخبروني يعني إذا ما أشارك ببلادي وأفرح بلادي ما الواحد يصير يجيبه كنزه داخل البيت، لا عشان يعرف على الناس ويشوفوا الناس والعيال الذي الأصغار اللي هم الأجيال الصغار يعرفوا أنه كيف كان أهلهم حافظين على التراث وحافظوا على هذا وهم يحافظوا عليه. معروضات طبعا تراثية هي مثل البشتخته قديما، الراديو قديما، التلفزيون ابيض واسود، عندنا طول الله عمرك الطب الشعبي القديم، عندنا رساله الماراثون اللي طلعت رساله من دبع الحصن الى رئيس الدوله، عندنا طول الله عمرك ادوات فخاريه، ادوات قديمه مال الطبخ، عندنا العاب قديمه. تابع تقاريرنا، والآن إلى نادي الإمارات العلمي دبي حيث أقيمت بطولة فيكس للروبوتات التعليمية بمشاركة عدد من المدارس الحكومية والخاصة. اليوم نحن مجتمعين مع نخبة من طلبتنا في نادي الإمارات العلمي بخصوص تأهيلهم لمسابقة الروبوت العالمية. هذه المسابقة من ضمن 4 مسابقات أخرى يتم تنظيمها لتأهيل الطلبة للمسابقة العالمية. اليوم عندنا تقريبا فوق 60 طالب مشارك، وعندنا أكثر من 15 متطوع مشاركين من مختلف الجهات في الدولة. اليوم عندنا نحن نوعين من المسابقات، عندنا البيكس آي دي آر وعندنا الآي كيو. في المشاركين في الاي كيو 10 تقريبا، والاي دي ار هم 7 فرق. هذه المسابقه اللي يتاهل منها راح يتم تاهيل المسابقه العالميه اللي تنظمها وزاره التربيه والتعليم، وهذه المسابقه هي وحده من ضمن 4 مسابقات اخرى يتم تنظيمها من جهات اخرى تحت رعايه وزاره التربيه والتعليم. وجود نادي الامارات العلمي شيء وايد مهم، لان في النهايه الاهالي يبحثون عن وسط ممكن يغذي عقول أطفالهم بالتقنيات والعلوم اللي ما يتعلمونها في المدارس، فعندنا نحن في نادي الإمارات العلمي نغذي عقولهم بهذه التقنيات. وفي النهاية بغض النظر عن لغة الطالب، اللغة الحقيقية يعني العربية أو غيرها، الكل يتحدث اللغة التقنية هذه، فكلهم يفهمون على بعض بغض النظر عن أعمارهم. بالعكس وجود أندية مثل نادي الإمارات العلمي شيء وايد مهم في التطوير وتأهيل الطلبة. أنا اليوم مشارك لأن السنة اللي طافت مشارك بس ما حصلت مركز وايد عالي، فالسنة هاي إن شاء الله نحصل مركز ونتأهل للنهائيات. هاي السنة هاي وايد مهمة إلي، أبى أثبت إني أقدر أصنع شيء. أنا مشارك في قسم الفيكس آي كيو، ولينا حين نحن المركز الأول، وإن شاء الله إن شاء الله نطلع المركز الأول ونروح أبوظبي، بعدين إذا إن شاء الله تأهلنا أبوظبي بنروح أمريكا. الحمد لله السنة الماضية فزنا في المسابقة اللي هي كانت الناشنال في إكسلنس أورد، وتأهلنا لأمريكا ولاية كنتاكي.
وهاي السنه ان شاء الله طموحنا الشامبيون شيب اوورد والاكسلنس اوورد مره ثانيه ان شاء الله. انا صنعت روبوت سميته انتليجنت برين، يعني المخ الذكي. فانا يعني احب اصنع روبوتات، ويعني الروبوت سويت له بروجرامينج وخليته نورمال درايفنج وتدربت وايد عليه عشان اتاهل. دخولي لمجال الروبوتكس والساينس كان بالصدفة، لكن بعد ما دخلت بعد ما جربت عجبتني الشغلة، وأنا حاب أن أقول حق كل حد أن تراها فرصة حلوة أن تجرب تشارك في الروبوتكس. نحن أهم شيء الطالب يفهمه ثقافة عدم الفوز. ثقافة عدم الفوز هي إن مو بخسارة نهاية العالم. هم جايين ومشاركين في هالمسابقات حتى يكتسبون مهارات، يكتسبون معارف، يتعلمون من أخطائهم. الطلبة اللي عندنا في نادي الإمارات العلمي يشاركون في المسابقات بشكل مستمر، فيأخذون الملاحظات على مشاريعهم يحسنونها عسب يدخلون في المسابقات اللي بعدها. فوايد مهم للطلبة مشاركة في هذه المسابقات، إن هذا راح يساعدهم إنهم يتطورون عن الناحية الشخصية والناحية العلمية والتقنية. ننتقل إلى قرية التراث الجديدة بمدينة الحمرية بإمارة الشارقة، وجولة في أرجاء فعاليات مهرجان الحمرية السادس للطفل. مهرجان الحمرية السادس للطفل في نسخته السادسة في مدينة الحمرية، ينطلق المهرجان في العطلة الشتوية من كل عام رغبة منا في سد أوقات فراغ الأطفال وشغل أوقاتهم بما ينفعهم في العطلة الشتوية. يقدم مهرجان الحمرية للطفل العديد والعديد من الأركان مثل البرامج التطوعية والتثقيفية. من خلال ركن البرامج التثقيفية نحاول نقدم أهم القيم والبرامج اللي تخدم الطفل، مثل غرس قيمة الولاء والانتماء للوطن، غرس قيمة التسامح، غرس قيمة النظام والنظافة وغيرها من القيم الأخرى، بالإضافة إلى ركن الدعم الصحي اللي يقدم خدمات فحص الضغط والسكري للجمهور، بالإضافة العديد من البرامج الصحية والتثقيفية. عندنا برنامج المسرح اللي هو بشكل يومي يقدم العديد من البرامج والمسابقات الترفيهية والجوائز والسحوبات. يستضيف مهرجان الحمرية للطفل العديد والعديد من الأركان مثل ركن الأسر المنتجة. ركن الأسر المنتجة عبارة عن عدة مشاريع للأسر المنتجة منتسبي ذات خدمات اجتماعية بالشارقة رغبة منا في رفع دخل الأسر. تعلمت مهرجان الحمرية السادس للطفل كيفية تفرش أسناني زين، وتعلمت كيفية الإسعافات الأولية، وتعلمت مقولات عن الشيخ زايد رحمه الله تعالى، والفعاليات الموجودة في مهرجان الحمرية حلوة وايد. وبعد تعلمت كيف أسعف الشخص المصاب وقدم للعلاج السريع إلى ما تجي الإسعاف. أنا شاركت في ورشات تطوع وتعلمت منهم أودي القرآن للمساجد، أساعد المحتاج وأساعد كبار السن.
دعونا نقوم بالإطلالة على فعاليات مهرجان ربيع مصفوط بدورته الثانية بحديقة ورقة بمصفوط مع مجموعة من الأنشطة التراثية والرياضية والثقافية والعائلية. المهرجان نفس ما تشوفون عبارة عن مسابقات وفعاليات في سوق شعبي حق الأسر المنتجة، دعم حق الأسر المنتجة، ألعاب للأطفال. المهرجان يحتوي جميع الفئات، سواء يعني جميع أفراد العائلة، نساء، رجال، كبار، صغار. الفعاليات متنوعة. السنة حرصنا أن تكون الفعاليات متنوعة أكثر عن الدورة الأولى. كان في مسابقات انضافت السنة هذه، في رماية للرجال، رماية للأطفال، في مباريات شد الحبل، في مباراة تحدي، ألعاب ترفيهية للأطفال وجوائز قيمة للأطفال. طبعا غير الجذب السياحي للمنطقة والتعريف بالمنطقة، أيضا إشغال وقت فراغ العائلات في إجازة عطلة ربيع. المهرجان شهد تعاون كبير من جميع الفئات، الفرق التطوعية، لجان التنظيم، عدد المشتركين زاد عن السنة اللي طافت. فقرات المتنوعة أعتقد هي اللي جذبت، يعني كانت عامل جذب لجميع أطراف سكان المجتمع، سواء كانوا مواطنين أو وافدين. طبعا هاي البطولة الأولى نشارك فيها في مصفوط، بطولة ناجحة الحمد لله رب العالمين، والتجمع كان ما شاء الله حلو، جمهور كثير. وأهم شيء عندنا نحن في البطولة أن استمتعنا في الجمهور، وبشكل عام استمرارية الرياضة في هالمجال. طبعا الحمد لله رب العالمين هاي البطولة تحتاج إلى جهد كبير ولياقة كبيرة، والحمد لله معظم اللي عندي أنا عندهم خبرات سنين طويلة في هالمجال الحمد لله، واستعداداتهم كانت مستعدين لهالبطولة. طبعا احنا شاركنا من السنه الماضيه في وجبنا وحرزنا المركز الاول الحمد لله، وطبعا السنه هذه ما الله حالفنا عشان نحصل الحمد لله على المركز الثاني. ننتقل الان لنتابع تقرير حول الحفل الغنائي للفنانه يسرى محنوش الذي أقيم في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية دبي. مؤسسة العويس مؤسسة ثقافية تعمل على تأصيل ثقافة عربية بين الناس، وبالتالي تجد أن الثقافة يمكن أن تقدم مثل الخبز مجانا، مثل الهواء مجانا، والثقافة لا تحتاج إلى أن تباع. لا أبالغ في أنه نكون إحنا واحدة من المؤسسات الثقافية الأساسية في دولة الإمارات قاطبة. هذا هو الحفل الأخير في عام 2018 في إطار موسمنا الثقافي لهذا العام. نستضيف الفنانة التونسية يسرى محنوش، وهي من الفنانات الشابات اللواتي يحاولن أو يقدمن الفن الأصيل، الفن العربي الأصيل بشبابية لكونها شابة وتغني كلاسيكيات. لكن الميزة ليسرى أنها تغني كافة أنواع الكلاسيكيات، بمعنى أنها تبدأ بأم كلثوم و تمر بوردة وفائزة وذكرى، وتنتهي وأيضا تمر بناظم الغزالي وبكاظم الساهر، وهكذا ترى أنها تقدم ألوان معينة من الفن العربي، يعني عربي أصيل من مصر، من دمشق، من العراق، من لبنان، وبالتالي فتجدها قادرة على أن تقدم كل هذه الأدغام وهذه الألحان بصوت شاب وبقدرات شابة.
والله حتى الآن إقبال ممتاز، ونأمل أن تمتلئ الصالة وأكثر. أول حاجة شكراً، الله يخليكم، وأنا أصلاً بمجرد وجودي في الإمارات نكون سعيدة جداً. البلد هذا صراحة عنده في قلبي معزة كبيرة برشا، يعني من زمان نرتاح كي نجي هوني، وخاصة هالمرة يعني في حفل كلاسيكي جميل يعيدنا إلى زمن الجميل، في مع مؤسسة العويس اللي نتشرف أني أنا نكون حاضرة معهم اليوم، فإحساسي جميل جداً جداً جداً، والله فرحانة برشا بالإقبال الكبير هذايا، فرحانة يعني خبروني يعني مدراء أعمالي يعني كانوا موجودين في من شوي يعني، وكانوا فرحانين برشا بالناس وبالإقبال الكبير. نوعد جمهوري أنه أنا نكون دائما عند حسن ظنهم، وإن شاء الله يا ربي دائما جمهوري يكون إقبال كبير 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 وربي يفرحكم دائما إن شاء الله. قريباً يمكنكم المشاركة في مباريات بطولة كأس آسيا في استاد المكتوم واستاد راشد دبي، معرض عرب بلس 2019 في مركز دبي التجاري العالمي، أمسية صحراوية في محمية المرموم الصحراوية دبي، مؤتمر طب الأسرة في الإمارات 2019 في إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، أمسيات 2019 وعد بحسوم شغف الشعر في حديقة أم الإمارات أبوظبي. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا، شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.